معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود بنا رغم الوجع مجدة معك يا صاحب المجهود معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود بنا رغم الوجع مجدة وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة قبل سنوات حدث معلم اسمه أحمد ناصر تلاميذه الذين يدرسهم تحت شجرة عن أمر لم يثقوا بحدوثه فعلاً. بعد أشهر فقط كان الطلاب يدخلون إلى مدرستهم التي أقيمت في منطقة صاع بمديرية حريب الواقعة بين شبوة ومأرب، وكانت تلك أول حلقة في حيث الإنسان. ثم سافر فريق البرنامج 8 ساعات مبتعداً عن تريم حضرموت حتى وصل إلى منطقة لا طبيب فيها، وهناك أقيم مركز صحي ما زال أثره إلى اليوم ماثلاً أمام جميع من يزور مسيلة الأحرار. وفي معشرة المنطقة التابعة لمحافظة مأرب تدفق الماء من جوف الأرض وسقى السكان ومزارعهم، حيث شيد أول مشروع ماء في تلك الجبال. بعد عام من تدفق الماء في معشرة مأرب، قال محمود سالم وهو مواطن يعيش في قرية عبد الخالق التابعة لخنفر أبيان أن قريته من دون ماء، فقصد البرنامج تلك المنطقة النائية. وشيدت هناك أول شبكة إيصال للمياه في المنازل. انظر من قلبك سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسته. في الموسم الثاني عاد طارق إلى البحر، مكنه البرنامج من كل الأدوات التي احتاجها للغوص مجدداً، ومنذ ذلك الحين وهو مواظب على جلب الرزق من تحت الأمواج التي نراها. وكما أقيمت مدارس في مناطق مختلفة، فقد أعيد ترميم مدارس أخرى، وتمكن طلاب مدرسة الفاروق في تعز من العودة إلى حصصهم المدرسية، وقد اكتمل بناء ما تهدم في مدرسة شهدت أعنف حرب في مدينة تعز. نعتزم يا هذا الوطن رفرف عزيزا يا عالم فوق الرؤوس والقمم بالروح نفديك وبالدم نرويك فعيم يا هذا العالم وشعارنا الدم الله نعبد أم الوطن نحمي الثورة الوحدة شعارنا تحيا الجمهورية اليمنية 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 تحيا الجمهورية اليمنية. تخيل إن كل إنسان يشوف غيره بعين. في ذات العام سئلت ريم ماذا تريد أن تصبح حين تكبر؟ قالت أريد أن أكون طبيبة، لكن المدرسة القريبة من منزل أسرتها في إحدى قرى مديرية الجوبة بمحافظة مأرب لا توفر فصولاً للفتيات، فتولى حيث الإنسان عمل ذلك، وهي الآن في طريقها إلى الحلم. وفي ذات المحافظة
قال توفيق عندما أرى الطريق مدمرة أشعر بألم. وكان يخرج لإصلاح الطريق كلما تعثر مسافر، فذهب إليه حيث الإنسان ووفر له ما أراد. في عدن دعم البرنامج مبادرة للصم، وفي مأرب أقيمت لهم مدرسة اسمها عرش بلقيس للصم. وعلى مسافة من المدرسة افتتح متحف لحفظ قطع من آثار المدينة التاريخية. وإلى العاملات في استخراج الملح بحضرموت ذهب البرنامج موفراً معظم الاحتياجات قبل أن يقصد وادي حضرموت لتوفير ما تحتاجه صانعات الحناء، وهن ينشرن الجمال في المعاصم. طاف البرنامج الأرجاء، لم يترك مجالاً إلا وأبحر فيه، ولا قصة إلا وشارك صاحبها البطولة. وكلما مرت الأعوام تراكمت الخبرات وأحب الناس قصتهم. صوب غمام بريق منك قصة تعيد معا تتحقق الأحلام ويدنو ما نراه بعيد طريق شائك وصعاب ولكن الصعاب تهون.